السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الجزء الرابع من المدن الذكية. هنتكلم دلوقتي على العمل مع البنية التحتية الرقمية، ومن المستحيل تحديد مفهوم المدينة الذكية دون تقديم مفهوم البنية التحتية الرقمية. وتعد البنية التحتية الرقمية اللي هي الديجيتال انفراستراكشر شرطا أساسيا للمدينة الذكية. البنية التحتية الرقمية هي القدرة التأسيسية مثل شبكات الاتصالات أو معالجة الكمبيوتر أو تخزين الكمبيوتر لتمكين عمليات تكنولوجيا المعلومات في المدينة ومعظم المنظومات الأخرى أيضا، ويشير عادة إلى الأصول المادية والبرامج هاردوير وسوفتوير، ويوفر الديجيتال انفراستراكشر الأنظمة اللازمة لدعم وأتمتة والتحكم في توفر البيانات والمعلومات والخدمات بين الأشخاص وبين الأشخاص والآلات وبين الأجهزة. اليوم من المتوقع أن يكون البنية التحتية الرقمية موثوقا وسريعا وذكيا، إنه يهدف إلى دعم الوصول اللاسلكي والثابت إلى الإنترنت من مجموعة متنوعة من الأجهزة، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليه تمكين عمليات إشارات المرور ودعم مراكز البيانات وتوصيل أجهزة الاستشعار وإدارة أنظمة الطوارئ وتوفير تطبيقات المدينة المقدمة من السحابة ودعم شبكة الواي فاي وغير ذلك الكثير. من خلال البنية التحتية الرقمية يمكن لموظفي المدينة والمقيمين تعلم كيفية الاستفادة من مزايا التكنولوجيا. على سبيل المثال، يمكن للشركات أن تعمل بكفاءة أكبر من خلال الوصول السريع إلى الإنترنت، ويمكن توفير المزيد من خدمات المدينة بسهولة عبر الإنترنت وعبر تطبيقات الهواتف الذكية. ويتيح الذكاء الرقمي للمكلفين بتقديم خدمات أكثر ذكاء، امتلاك المهارات والأدوات اللازمة لتحقيق نتائج أفضل. غالبا ما تستفيد المجتمعات ذات البنى التحتية الرقمية الناضجة اقتصاديا لأنها تعزز الانتاجية والابتكار وتجذب الشركات وتمكن مدنها من العمل بكفاءة أكبر. وتتكون البنية التحتية الرقمية الأساسية في المدينة من هذه المكونات: النطاق العريض الثابت Fixed Broadband، شبكة سلكية على مستوى المدينة توفر للمنازل والشركات إمكانية الاتصال والوصول للإنترنت، اتصال الهاتف المحمول موبايل كونكتيفيتي، مجموعة متنوعة من تقنية الشبكات اللاسلكية على مستوى المدينة التي توفر الوصول للإنترنت والاتصالات إلى أجهزة مثل الهواتف المحمولة. البنية التحتية للشبكات Network Infrastructure، معدات لنقل البيانات بكفاءة عبر مجموعة متنوعة من الشبكات مثل الواي فاي وربط كل من الأشخاص والأشياء. مراكز البيانات اللي هي الداتا سنتر، التسهيلات التي تدير الشبكات والتخزين والحوسبة، وقد تكون محليا فعليا أو متوفرة عبر الإنترنت عبر الحوسبة السحابية. المنصات بلاتفورم، أنظمة وبرامج لتطوير ونشر ودعم حلول الخدمات. إنترنت الأشياء، مجموعة متنوعة من الأجهزة تتراوح من أجهزة الاستشعار إلى الأجهزة الذكية ومن الروبوتات للمركبات، وكلها متصلة بالإنترنت وتتبادل البيانات والتعليمات بين الأنظمة. وعندما نريد تطوير مدينة أو إيجاد حلول للتنمية المستدامة في المدينة، فإن إنترنت الأشياء يعطي حلول لمشاكل المدينة بكفاءة عالية مثل معالجة النفايات وتخطيط المدن مثل البناء الذكي والنقل والرعاية الصحية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لقياس محتويات القمامة وإبلاغ جميع النفايات لرفعها قبل انبعاث الـ CO2. وساهم إنترنت الأشياء في التقارب بين قطاعات الصناعات والنقل والخدمات المجتمعية المساحية، بمعنى اتصال جميع الأشياء الموجودة بالإنترنت. في السنوات الأخيرة تم إنجاز قدر كبير من الابتكارات التقنية في مجالات إدارة وبرمجة تكنولوجيا المعلومات مثل الـ BIM والهندسة المعمارية والبناء والحلول الجغرافية المكانية وتصور ثلاثي الأبعاد والمحاكاة الحضرية. كما أدى التطور في الأجهزة والبرامج إلى تطور تقنية البيم ونظام المعلومات الجغرافية GIS، ويسر التعامل مع قدر كبير من البيانات، حيث أصبحت تقنية الـ BIM و GIS متكاملان ولا يتعارضان أو يتنافسان، حيث يمثل الـ GIS الغابة ويمثل الـ BIM الأشجار فيها، ويشكل اتحاد نظم المعلومات الجغرافية مع البيم تكافلا بين قطبين هما من أفضل ما أفرزته التكنولوجيا، وكلاهما يركزان على توفير المعلومات لمتخذ القرار. مفهوم تبادل وتكامل البيانات بين الـ BIM والـ GIS. فالبي اي ام اكثر ثراء من حيث التفاصيل من الجي اي اس، ويستفيد البيم من البيانات الهائله الخاصه بالمواقع وتبادل المعلومات والخرائط. الاختلاف بين البي اي ام ونظم المعلومات الجغرافيه من حيث بيئه النمذجه، ففي الجي اي اس البيئه تركز اساسا على البيئه الخارجيه، قد يلزم وضع
نشاط في البيئة الخارجية في نظم المعلومات الجغرافية، بينما البي اي ام تركز على البيئة الداخلية وتقتصر التطبيقات الخارجية على خارج المباني، كما توفر نماذج ثلاثية الأبعاد لأدوات الموقع ونمذجة التضاريس. بالنسبة لنظام المرجعية Reference System، ففي جي اي اس دايما ما تكون البيانات المكانية لها مرجعية جغرافية، يتم تعريف الكائنات في العالم المادي مع أنظمة الإحداثيات العالمية أو إسقاطات الخرائط، بينما في البي اي ام تحتوي كائنات البي اي ام على أنظمة إحداثيات محلية خاصة بها وإشارة إلى نظام إحداثي عالمي على سبيل المثال في الزاوية اليسرى من المبنى. بالنسبة لتفاصيل الصياغة Detail of Drafting، في الـ GIS يعتمد نظام المعلومات الجغرافية على المعلومات والكائنات الموجودة، يغطي مساحة كبيرة بتفصيل أقل ومقاييس أصغر، بينما الـ BIM تستخدم قدرات صياغة الـ BIM لتطوير مقاييس أكبر مع مستوى أعلى من التفاصيل. مجال التطبيق، يركز نطاق الـ GIS على المناطق الحضرية ومناطق المدن، بينما الـ BIM متجذرة في المبنى وسمته. تقنية نمذجة معلومات البناء هي اختصار للـ Building Information Modeling، نمذجة معلومات البناء، ولا تعني تصميم نموذج شامل للمبنى بجميع المعلومات والبيانات الخاصة به والتمثيل الرقمي للخصائص الفيزيائية والوظيفية للمبنى بشكل ثلاثي الأبعاد موثق للمعلومات لدعم القرار منذ البداية وحتى عمله وهدمه. وأداة تطوير المباني التي تستخدم مفاهيم النمذجة وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات للتشغيل والتصميم وبناء وتشغيل مشروع البناء. وتكنولوجيا أو تقنية تعتمد في أساسها على دمج عمليات التوصيف والنمذجة مع هيئة شكل المبنى، ويتعدى مفهوم بناء نموذج هو مجرد شكل ثلاثي الأبعاد. ففي تقنية نمذجة معلومات البناء يتم عمل محاكاة وتوصيف لكل عملية يمر بها المبنى عند بنائه في الواقع، وخدمة لكل من القاطنين والمهندسين ومتعهدي البناء والقائمين على بقاء المبنى قابلا للحياة بعد إنهاء المبنى. وبالتالي فهو يشمل بناء شكل ثلاثي الأبعاد لخصائصه والتي يمكن إدخالها، وإدراك فكرة الارتباط بعامل الوقت وإدخال عامل التكلفة وغيرها من العوامل التي تتعدى كونه مجرد شكل ثلاثي الأبعاد. كما يمكن الحديث عن البي أي إم كمنتج أو عملية، فكمنتج يتم تمثيل هو تمثيل رقمي يستند الخصائص المادية للكائن والوظيفية للمنشأة. وعد نموذج نمذجة المعلومات البناء بمثابة مورد معرفة مشترك للحصول على معلومات حول المبنى، مما يشكل أساسا موثوقا للقرارات أثناء دورة حياته من البداية في صعيدا. بناء معلومات البناء كعملية هو عبارة عن مجموعة محددة من استخدامات النموذج وسير العمل وطرق النمذجة المستخدمة لتحقيق نتائج معلومات محددة ومتكررة وموثوقة من النموذج. تؤثر طرق النمذجة على جودة المعلومات الناتجة من النموذج. متى ولماذا يتم استخدام النموذج؟ نمذجة معلومات البناء هي التمثيل الرقمي للخصائص الفيزيائية والوظيفية للمبنى في شكل ثلاثي الأبعاد وموثق للمعلومات لدعم القرار منذ البداية وحتى عمله وهدمه. تعريف لجنة معلومات المشاريع الإنشائية الإنجليزية هو تمثيل رقمي للخصائص الفيزيائية والوظيفية للمنشأة وتشكيل موثق للمعلومات لدعم القرار منذ البداية وحتى عمله وهدمه. وجامعة المقاولون الأمريكيين عرفت البيم بأنه أداة لتطوير المبنى ولتستخدم البعد الخامس ومفاهيم النمذجة وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات لتصميم وبناء وتشغيل مشروع البناء. وإذا تم تحليل اختصار البي أي إم في الصندوق التالي Building، والتي تعني كل أنواع المباني كالمدارس والمنازل والمصانع والبيوت والأبراج، ويشمل ذلك أيضا الطرق والكباري والجسور وغيرها من مختلف المنشآت، كما تتضمن هذه الكلمة معنى كلمة البناء نفسها وليس المبنى القائم بذاته فحسب. وهنا يجب تصحيح خطأ أن البيم خاص بالمباني فقط كالفنادق أو الأبراج، بل يشمل الطرق والمدن والسكك الحديدية أيضا. Information تعني توفير معلومات وبيانات خاصة عن نوع المبنى وجميع العناصر المكونة له، فكل عنصر معلوماته الخاصة التي يمكن برمجتها لتعريفه بكينونته في هذه البرامج والتعرف عليه من خلالها. Modeling تعني نموذج مرئي للمعلومات المرفقة وتوصيف حي الخصائص العناصر وإدارتها، ويقصد بها عملية تطبيق البيم أو موديل، ويقصد بها النموذج الذي ينتج من تطبيق البيم. يمكن استخدام بيانات البيم في سير العمل التشغيل لإدارة الأصول أو المبنى، وهو مكتوب في معايير كثيرة. على سبيل المثال في معايير الأيزو جدال البيم التي تم استنباطها من خلال عملية المعايير في المملكة المتحدة الموضوعة في السنوات العشر الماضية. على الرغم من أن المقترحات الجديدة تركز على استخدام بيانات البيم في دورة الحياة كامل الأصول، إنه لا يزال من الواضح أن التوفير في تكاليف البناء كما هو مذكور
في المقالة محرك رئيسي لاعتماد البيم. أهم ميزة في البيم أنه سهل التعاون وإدارة البيانات والاتصالات بين الفرق المشاركة في مشروع البناء والتكنولوجيا المختلفة. في العمليات التقليدية من العمل يتم فقدان بعض المعلومات في كل مرة يتم نقل وتسليم المعلومات من فريق لآخر ما يؤدي إلى تفكيك المفاصل، لكن البيم يتغلب على هذا من خلال مركزية المعلومات واستخدام كود موحد، ويتم دمج معلومات المباني والطرق والنقل داخل نموذج المدينة، ويمكننا من خلال نموذج لخدمات المدينة تجنب كسر مواسير المياه أو الصرف أو كابلات الإنترنت أو الغاز أثناء الحرب. ودلوقتي هناخد مصطلح اللي هو الـ CIM Safe Information Modeling أو City Information Modeling، نمذجة المعلومات المدنية أو المدينة. عند تطبيق تقنية المدن الذكية يظهر مصطلح نمذجة المعلومات المدنية، والهدف منه إنشاء وصيانة البنية التحتية والحفاظ عليها بتطبيق تكنولوجيا الـ BIM والـ CIM أثناء التصميم والصيانة من خلال البلديات وأصحاب المنشآت والمرافق العامة للحصول على بنية تحتية ذكية وشبكة طرق ذكية وشبكات مرافق ذكية إلى آخرهم، ثم الحصول على المدينة الذكية. دلوقتي ندخل على الـ GIS، وهو نظام قائم على الحاسوب يعمل على جمع وصيانة وتخزين وتحليل وإخراج وتوزيع البيانات والمعلومات المكانية. وهذه الأنظمة تعمل على جمع وإدخال ومعالجة وتحليل وعرض وإخراج المعلومات المكانية والوصفية لأهداف محددة، وتساعد على التخطيط واتخاذ القرار فيما يتعلق بالزراعة وتخطيط المدن والتوسع في المناطق السكنية، بالإضافة إلى قراءة البنية التحتية لأي مدينة عن طريق إنشاء ما يسمى بالطبقات. ويمكن هذا النظام كذلك من إدخال المعلومات الجغرافية، خرائط صور جوية، مرئيات فضائية والوصفية مثل أسماء وجداول، ومعالجتها تنقيحها من الأخطاء وتخزينها واسترجاعها أو استفسارها أو تحليلها كتحليل مكاني وإحصائي، وعرضها على شاشة الحاسوب أو على ورق في شكل خرائط أو تقارير ورسومات بيانية أو من خلال موقع إلكتروني. وهي تكنولوجيا مصممة لرصد وتجميع وتحليل كل أنواع المعلومات الجغرافية، وتمثل نتائج تلك التحليلات بعناصر حقيقية كالطرق والأراضي والمناسيب والارتفاعات والأشجار والأنهار وغيرها. يتم رصد تلك المعلومات من خلال تكنولوجيا الصور الجوية بالأقمار الصناعية والتي ترتبط بأحداثيات المكان الـ X والـ Y والـ Z، وتعطي معلومات حقيقية للمكان لها مرجعية مكانية. تساهم نظم المعلومات الجغرافية في الإجابة على كثير من التساؤلات التي تخص التحديد، مثل ما هو النمط الزراعي وما أنواع المحاصيل المناسبة للزراعة في الوحدة الزراعية، مثل القياسات ما مساحة وحداثيات الوحدات وما هو قطر أنبوب الري، والموقع أين تقع الوحدة الزراعية الفلانية، والشرط ما هي أنابيب الري التي قطرها 300 ملي متر في منطقة ما، والتغير درجة ملوحة التربة من عام 1965 إلى عام 2006، والتوزيع النمطي ما هي العلاقة بين توزيع السكان ومناطق تواجد المياه، والسيناريوهات المتعلقة بالهيدروليجيا ماذا يحصل إذا زاد تغير تدفق مياه الري في الأنبوب. إن مالكولم ويلز يقول خذ بعيدا كل الحكومات والجيش والصناعة، وخذ المواصلات، وخذ أيضا السيارات والمدن والمستشفيات والمدارس والمكتبات، خذ بعيدا الكهرباء والملابس والأدوية والشرطة، خذ كل شيء واترك لنا المزروعات الخضراء وسوف يحيي معظم الأماكن، إذا أخذت المزروعات فسوف نموت جميعا. برامج نظم المعلومات الجغرافية تفي بمتطلبات البيم لتقاسم البيانات بين مختلف المقاولين والعمل على مناطق مختلفة من المشروع لتبسيط دورة حياة المشروع منذ البداية. وتتيح هذه التقنية لمدير المشاريع تصور طبقات كل مبنى على الفور، واستدعاء معلومات المشروع ذات الصلة بما في ذلك أجهزة الجوال المستخدمة في الموقع. يمكن أيضا تقاسم المعلومات ذات الصلة المركزة مع جميع أصحاب المصلحة من خلال التطبيقات واللوحات. دمج تقنيات نمذجة معلومات البناء ونظم المعلومات الجغرافية سيحسن قدرات تصميم المشروع ويقلل المخاطر من خلال تحسين تدفق المواد منذ البداية إلى النهاية وتوفر الموارد والجدول أثناء الإنشاء. لماذا نستخدم البيم والجي اي اس في المدن الذكية؟ لماذا نستخدم البيم؟ لأنه تتضمن معلومات وصفية مثل الأبعاد والمواد والشركات المصنعة، ويساعد في التصميم السليم والبناء والتشغيل والصيانة. لماذا نستخدم الجي اي اس؟ تخزين وتحليل المعلومات على مستوى مساحي كبير. أشهر برامج البي اي ام عندنا برنامج ريفيت، برنامج نمذجة معلومات المباني والمهندسين المعماريين ومهندسي الـ MEB والمصممين والمقاولين والأركيكاد، وبرنامج من شركة جرافسوفت. أشهر برامج الـ GIS عندنا الـ QGIS، وعندنا ArcGIS Pro. QGIS ده برنامج open source مفتوح المصدر،
وارك جي اس برو ده من شركة اسري. هل يغني البيم عن الجي اس؟ بالتأكيد لا. فنموذج الجسر او الطريق في نموذج البيم اللي يحتوي المعلومات والميزات التي تشكل الطريق او الجسر لرسم الخرائط او اغراض التحليل المكاني. تفعيل الدمج بين النظامين والدمج بينهما يحدد تقرير 2004 الصادر عن المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا ال NIST بعنوان تحليل تكلفة عدم قابلية تشغيل البيني غير كافي في صناعة منشآت المرافق الأساسية الأمريكية. التكلفة السنوية للنفايات بسبب عدم قابلية تشغيل البيني بصورة كافية بين أنظمة الكاد والبرامج الهندسية الحاسوبية إلى 15.8 مليار دولار، وهذا فقط في الولايات المتحدة. يتم تعريف إمكانية تشغيل البيني كجانب هام من تكامل الكاد والجي اي اس. بالإضافة لهذا تكلف مشكلات التشغيل البيني حوالي 3.1% من متوسط إجمالي تكلفة المشروع. فالنماذج معلومات البناء هيتم تحسين عملية التصميم وتصور سلاسل الأبعاد والتنسيق بين التخصصات والحصر وتحليل الطاقة وسائق البناء وجدول محاكاة رباعيات الأبعاد وإدارة بيانات دورة حياة البناء ونظم المعلومات الجغرافية اختيار الموقع وتحليل التعبئة والأمن والنقل وحركة المركبات. ولهذا توجد جهود كبيرة بين شركة أوتوديسك وإسري على أساس إن هو يقدروا يتبادلوا المعلومات، ويمكن قراءة ملف الريفت في الأرك جي أي إس برو كما لو كان مكونا من الجي أي إس، ومن ثم يتم تحويل تنسيقات جي أي إس قياسية أخرى بطريقة يدوية. بدأت الجهود الأولية تبادل الرسومات بين البرامج في آخر السبعينات من خلال تنسيق الرسم DXF والمواصفات الأولية تبادل البياني مثل AutoCAD DXF وثم ظهر معيار STEB كمعيار مهم في مجال نمذجة المعلومات الضرورية في دورة حياة أي منتج وتبادل هذه المعلومات بين الأنظمة المختلفة. ثم تم إنشاء التحالف الدولي للتشغيل البيني International Alliance for Interoperability عام 1994 كائتلاف من 12 شركة بدعوة من أوتوديسك لتقديم المشورة عن تطوير مجموعات C++ Classes لدعم تطوير التطبيقات المتكاملة. ثم تغير اسمها إلى Building Smart، وهي منظمة دولية غير ربحية تدار من قبل أعضائها تهدف إلى تحسين تبادل المعلومات بين التطبيقات البرمجيات المستخدمة في صناعة البناء والتشييد. وقد وضعت IFC Industry Foundation Classes باعتبارها مواصفات محايدة مفتوحة لنبذجة معلومات البناء BIM. وتم الدمج الآن بين GIS والBIM من خلال CTGGML والIFC. IFC اللي هو Industry Foundation Classes هو صيغة مفتوحة المصدر لتبادل المعلومات بين البرامج المختلفة، تقدم تمثيلا رسميا لمكونات البناء النموذجية مثل الحائط والباب والسمات مثل النوع والوظيفة والوصف الهندسي والعلاقات والمزيد من الملخصات المفاهيم مثل الجداول وتكاليف البناء في شكل كيانات وعناصر. والسيتي جي ام ال هو صيغة مفتوحة المصدر لتبادل المعلومات حول المدن، ووضعتها الاو جي سي وتكامل مع الاي اف سي. عند تحقيق التكامل بين الجي اي اس والبي اي ام تتوفر المعلومات الكافية لمتخذ القرار ويسهل تحويل المدينة لمدينة ذكية.